هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشتم حبايبي الكرام. رجعت لكم مقطع جديد، مقطع اليوم اسطوري شباب مثل ما انتم شايفين من العنوان. حبايبنا شحنت لابن خالتي كاوا 12000 جوهره وهديته حسابي القديم حبايبنا، لانه عن جد بيستاهل. كان معي من اول مسيرتي باليوتيوب وساعدني كثير وكثير. هو وقتها اعتزل اللعبة وتركه ولا رجع من جديد، وهديته هالحساب شباب الاسطوري. حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب، كان بالحساب كان فيه تقريبا اكثر من 12000 جوهره، تمام؟ وشايفين مخبخ 11 وقتها شحنت له رقصة البويا، اوكي حبايبي. والان شباب رح ندخل على الاحداث، كل شيء باللعبة نحرق ابو الاحداث شباب، كل شيء موجودة باللعبة حبايبنا. طبعا شباب قبل ما نبلش كل الشباب، باقي له التوب اب تبعت ال 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 شو اسمه ال يا زلمة ما تطلع معي حبايبي، التلج راح نحرق له، جيب له التلج شباب، اوكي، مشان يكمل كل شيء. لوز اللوز اللوز، خلينا نحرق له، جيب له التلج كمان بنفس الوقت، نشحن له 200 جوهره حبايبي كمان، ونجيب له ابو التلج يا اساطير. هيك بيكون اعتقد بصوت التلج، نحط له التلج ويكسر لوز. اوكي شباب حبايبي الكرام، خلينا نبلش اول شيء بكل شيء شباب. طبعا شباب اول شيء راح ندخل على الاحداث، نشوف كل شيء موجود بالاحداث، اوكي اوكي. خلينا نبلش من على اليمين، نجيب له كل شيء موجود شباب، نحاول نجيب له كل شيء موجود حبايبنا، اوكي. طبعا هو شباب بالنسبه للسكين يعني مش كثير مهم كثير، اوكي. راح ندخل نجيب له اللي هو الشوتجن الطلقتين اول شيء شباب. طبعا شباب كنت مجهز كل شيء، وكنت اللي كنت بدي اجيب. طبعا بالنسبه للاي كي ما يلزم، والاي كي عنده الاي كي، راح نعمل لكم استعراض شباب اخر المقطع، استعراض سريع على رواق. خلينا نعمل تاكيد شباب، نجيب له اول شيء شباب على السريع شباب. ابلع، يلا 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 يا جميل، نجيب له ابو الشوتجن البربر، اقوى، يعتبر من اقوى الشوتجنات حبايبنا. ليتس جو، اليوم المقطع شباب راح نحوله، راح نعمل شيء اسطوري شباب. يلا يلا يا جميل، ما في حظ بيض، حظ بيض حظ بيض حظ بيض شباب، حظ بيض حظ بيض حظ بيض الحظ بيض. معروف شو انا بعرف، انا هذا حسابي القديم يعني شباب، بعرف يعني نفس الشيء، ما راح يتخرب شيء يعني، مثل كل مره حبايبي، مثل كل مرة يا اساطير ما راح يختلف شيء يا جميلين. يلا ليتس جو، شو يطلع الشوتجن شباب؟ بعرف الحظ بيض، الحظ بيض شباب. اهم شيء شباب جبنا له الشوتجن، اوكي يلا ناخذ هذول البطاقات، ليتس جو، ونروح نحطه شباب بالسلاح الاسطوري. وهيك كمان شباب حطينا الشوتجن الجديد شباب، هيك كان وضعه صار لوز اللوز. اوكي شباب حبايبنا، هيك خلينا نتاكد شباب، شوفي موجود احداث، نحاول نجيب له هالسكين كمان. بالنسبه للسكين شباب ما بده، ما عجبه، اوكي ماشي. بس anyway شباب، خلينا ندخل على اللايك الرويال شباب، نشوف شو في موجود شباب. عندنا هون حاضن جديد شباب، خلينا نبلش من فوق. طبعا ما عنده السكار، اوكي خلينا نجيب له شباب، راح نجيب له بس السكار، وهو راح يطوره بعدين على رواق. لا خلينا ناخذ شيء هي، يلا نجيب له ابو السكار شباب، نبلش بابو السكار، نجيب له السكار شباب عشان نشوف. قول لي يا زلمة شباب، اقسم بالله فكرت الاسكار. اوكي شباب لا يا زلمة، بعرف انه هذا شباب، بعرف يعني انه يعني شباب، اوكي هيك بكون حصلنا على الاسكار شباب يا ستير، ووضعنا لوز اللوز. يلا باقي معنا 7200 جولة شباب، خلينا ندخل نشوف هالسكين وقتها كان جايبه. نجيب له هذا شباب، نحرق له ابو الحي، معنا 140 بطاقه شباب مثل ما انتم شايفين فوق. ركزوا معي، وقف، ما بتشوفوا اكيد ما بتشوفوا، خلينا نشوف. فوق 140 على اليمين شباب مثل ما انتم شايفين حبايبي الكرام. حبايبي يلا معنا 10 شباب، نحاول نجيب له السنايبر، اهم شيء السنايبر، نضرب اول لعبه فيه. قول لي اوه والله طلع له السلاح بعتقد، اوكي كان موجود قبل ما اتذكر. يلا شباب نحاول نجيب له السنايبر اعزائي الكرام الحلوين الكرام الجميلين. ابلع، ناخذ هذول على اليمين. هلا شباب لعبي القديم بعرفه شباب، يعني بعرف يعني بيض بيض بيض. اوكي اوه الفمس، ليش طب اعطينا السنايبر يا ابو، شو بدنا السنايبر، ما بدنا اعطينا بس بدنا السنايبر، بس بدنا السنايبر. قول لي ابلع يو ام بي، قول لي اي كي، لا شباب عم يعطونا كل شيء الا السكار، ليش هيك؟ مو سكار لك السنايبر يا زلمه. يلا السنايبر، هي السنايبر ان شاء الله، هي السنايبر السنايبر. كفو 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 كفو، سوري شباب حصلنا على البوب توب سون والسنايبر ولوز. والله بقي هذول الشباب مو موجودات، اوكي خلينا نكمل عليهم، نكمل عليهم يلا ابلع، نكمل عليهم علي ابلع.
ابلع انت حظك بيض. اوكي نحرق ابوهم شباب، ما نخلي ولا بطاقة شباب، نخلي ولا بطاقة. اوكي شباب الجول بالنسبة لهذا السكين هاي جايبه ولا جايبه؟ الدايمون هذا مو موجود، ما يلزمنا شباب، هيك حصلنا على هذا وهذا. اوكي شباب باقي معنا 7000 جوهرة شباب. هالسكين بعدين بنشوف وضعه. اوكي بدنا نضرب اول شيء شباب على الحاضنة شباب، معه 6 احجار شباب، نقول بسم الله 6 احجار زيت. نطلع شوي كمان نعمل لكم زوم. 34 بطاقة شباب و 7000 جوهرة يا اساطير. نحرق ابو الحاضنة شباب هالمرة، نولع ليتس جو. واقف طبعا هون شباب، شفتوا الحاضنة بالفيديو اللي فات اللي نزلت لكم اياه قبل هذا الفيديو. اوكي شباب نحرق ابو كل شيء، نحرق بعرف ويل ويل. ليش يا جماعة عن جد عيب عليهم اقسم بالله، 30 بطاقة بس في القناع واحد. طبعا شباب رح نحاول نجيب له اغلى سكين. اوكي جيب له بس اغلى سكين ماشي، بعدين نشوف الوضع اذا لوز ولا لوز. قولي اسطورة، يلا قناع واحد بس، قناع واحد يلا ابلع حجر ابلع، يلا قناع 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 قناع. قولي وهيك حصلنا على القناع يا اساطير شباب، وحجر والله كمان اسطوري، يعني طلع اشياء اسطورية كمان. لوز اوكي شباب، خلينا نجيب له هلا لوز لوز لوز. طبعا شباب فعلت له وقتها بنفس الشيء الوقت نفس الوقت الفاير باس. اوكي معنا 10 احجار شباب، خلينا نجيب له اغلى سكين. اوكي ابلع ليتس جو، هيك حصلنا له على السكين اغلى سكين بالحاضنه شباب. بعدين راح ينزل توب اب وراح يجيب هو اللي بده اياه حبايبي. اوكي مثل ما انتم شايفين معي واحد راح يجيب السكين مثل ما بعمل انا شباب، لما يبقى توب اب واحد يبقى يجيب السكين. اوكي شباب حبايبي الكرام، هيك بيكون حصلنا له على السكار، حصلنا له على الشوتجن، وهلا راح نجيب له نجيب له هالسكين. يلا نجيب له هالسكين شباب، بعدين راح نعمل لكم نوقف شوي. اوكي يلا نجيب له هالسكين، ليتس جو ابلع ليتس جو. يلا يا جميل ابلع ابلع، يلا اعطينا السلاح حسبي. وهيك كمان جبنا له ابو السكين الجديد شباب حبايبنا. اوكي يا اساطير هيك بكون جبنا له السكار، خليني اتاكد حبايبنا جبنا له السكار، جبنا له السبين هذا الحدث، جبنا له والله معه 95 خلينا ما كان عنده هيك، خلينا نضربها شباب نحرق نجيب نحاول نجيب له هذا كمان، هذا كمان سكين ابلع ابلع نحرق له اياه، مع انه هو قال لي انه بترك لي البطاقات، ما بدي اترك له اياه بدي احرق له اياه شباب ابلع. والله ما طلع ما طلع شباب، حظه بيض راح نشوف حظه. اوبا قولي قولي حظ بيض، اخر بطاقه شباب ابلع. والله حظه بيض حظه بيض، ثواني شباب ثواني شباب حبايبي الكرام وقف شوي. ليش هيك ليش هيك ليش هيك حرقت له بطاقه، مع انه قال لي ما بدي على السكن، ومع ذلك خربت له اياها ما جاء حظه بيض. اوكي شباب حبايبي خلينا نرجع نعمل جوله بالاشياء اللي شفناها اياها، ونعمل لكم استعراض للحساب حبايبي. للحساب بتعرفوا شو شباب؟ 2000 باقي تقريبا 3000 جوهره. بتعرفوا شو شباب؟ بدنا نروح نطور له شوي للسكار، نطور له شوي السكار شباب. تعالوا نروح نطور له السكار شباب، اوكي؟ طبعا شباب الحساب اسطوري شباب، حسابي القديم يعني حساب عن جد مره اسطوري شباب. خلينا نروح نجيب الصناديق شباب، ندخل على المتجر، يا اخي هذول عم يبعثوا لنا. ندخل على المتجر حبايبي، ليتس جو. نجيب المتجر شباب، نجيب له ال 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 الصناديق، الصناديق وين الصناديق شباب؟ وين الصناديق شباب؟ زكوني وين كانت الصناديق؟ يا اساطير، ثواني هون عندنا وين الصناديق؟ عندنا رومات، عندنا رومات، ما بدنا هون الصناديق يا حبايبي. أين هم الصناديق؟ ثواني، أين هم الصناديق؟ هذا اللي قرش، بس ما في كان صناديق حبايبي، وين الصناديق؟ كانوا صناديق يا جميلين والله ما اتذكر يا حبايبي. ارمور نوفو وات تشوف تشوف وين الصناديق شباب؟ والله ما اتذكر. هذول الصناديق، هذا هو الصناديق. خلينا نجيب للشباب الصناديق. اوكي ثواني اعمل هيك، نجيب له شباب، نجيب له تقريبا كل الصناديق الموجوده. اوكي نعمل له رجوع تاك، نجيب له كل الصناديق حبايبي، نجيب له تقريبا 3000 جوهره الصناديق شباب. نجيب له الصناديق مش عشان يطور السكار القرش، القرش شباب. يلا ليتس جو شباب، اعطوني رايكم بالمقطع يا اساطير. كم باقي؟ تقريبا تاك. اوكي خلاص يكفي،
نروح نفتح الصناديق شباب، نفتح البرجات ونفتح كل شيء موجود بالارمر هون. شباب متاكد شباب الاسلحه بنعمل لكم الاستعراض بعد الوقت، بعدين بنشوف شو جبنا. هون ما في شيء اسطوري شباب، عندنا هون باتشات كم باتش هون شباب 74. خلينا نفتح ليكي نفتحهم كلهم، ابلع هذا ابلع، نفتح كل شيء موجود شباب، هذول كلهم موجودات. السكار هذا الام بي 40 اللي مو موجود، هذول موجودات. سكار الوردي اعتقد موجود، لا ولا مو موجود، فكرت موجود ما كذا اتذكر شباب، احسن ما كذا اتذكروا. هذا موجود، هذا خلينا نفتح له هذا يا ساتير. حبايبنا الكرام لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس. اوكي يلا خلينا نفتح هون، نفتح هذا، كل شيء موجود نفتحهم كلياتهم شباب. الطياره الطائر الجميل ما في شيء، طعام السكين هذا كمان موجود نفتحه، نفضي كل شيء موجود شباب. شو هذا؟ هل سكين كوستيوم؟ او طلعنا هي لوز اللوز. اوكي شباب خلينا نفتح كل شيء موجودات هون شباب، نعمل هيك نفتحهم كلياتهم شباب بنفس الوقت. ابلع قولي 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 لا شباب شو هذا؟ شو هذا؟ شو هذا شباب؟ واي 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 يلا روح. وين الاسلحه الارمر؟ نشوف ندخل شباب. حبايبي وين السكار؟ هذا هو السكار شباب. ليتس جو، خلينا نعمل له نحط له انه حنعمل له اب دريج، نعمل له ميزاج. هذا كذا لوز لوز معنا 400، نحاول نطور له اياها اكثر اكثر شيء شباب. بعدين تبى تعرفوا شباب يعني راح ينزل متجرات واشياء وتخفيضات للي فتح السنه، يعني تطورها هو راح يطورها على روح. يعني اعطيته حساب وطلع 10 شحنت له تقريبا 12000 جوهر ودورت له اشياء. يا زلمه شو هذه بكفي يا زلمه شويه. اوكي شباب طبعا شباب طور لنا ليفل 4. اوكي يعني ليفل 4 هو الليفل حلو. اوكي يعني اهم شيء هو الليفل 4 شباب اللي هو بيتنحى شو اسمها هاي الموجوده هون مثل ما انتم شايفين هون. شوفوا هون هون ليفل 4 يعني مهم كثير. اوكي وبعدين راح يطور هو، راح نشوف بعدين طور له اياه ونشوف حبايبي. اوكي حبايبي الكرام خلينا نعمل لكم استعراض سريع للحساب حبايبنا، وتعطينا رايكم شباب وتقييمكم لهذا الحساب الاسطوري شباب. طبعا شباب نبلش من فوق السكارات مثل ما انتم شايفين، نعمل لكم ما شوف هذا ما في سكارين هون شباب، والله ما كنت عارف. شوفوا شايفين شباب يعني الحساب عن جد اسطوري شباب مثل ما انتم شايفين. اس كي اس لوز اللوز لوز اللوز يا اساطير. هذا الاسكيت الفاماسات مثل ما انتم شايفين شباب، طلعنا جبنا له كثير من الاسلحه شباب من اللاكي اللي هي ال هي البطاقات الحمر، يا نسيت اسمه الوابن رويال ولا ما اعرف شو. اوكي شباب بالنسبه للاكس ام ويت شباب شوفوا الاكس ام ويت شباب كل شيء موجودات، يعني ده حساب اسطوري اسطوري شباب. الام 60 شايفين كل شيء موجود هون، حصلنا على هذا لوز اللوز. هذول السلاح الجديد، لا والله كنت فكر كان عندي هذا هل السلاح بهذا الحساب، لا ما في. لا الاوغ اسطوري تبع كرونو الوندر هذا سامع نزل. خلينا نشوف الاس ام جي شباب اليو ام بي، هذول مثل ما انتم شايفين لوز اللوز الفي اس اس تقريبا موجود فيه كل الاسلحه شباب. عندنا الام بي 40 شباب ان شاء الله شباب بس مو موجود الام بي 40 الاصفر، ان شاء الله بنجيب له لما ينزل راح ينزل الام بي 40 جديد شباب وراح نجيب له. اوكي هذول الام بي 40 شباب طبعا هذول يعتبر افضل ام بي 40 شباب كالرومات، وهذا مسحكم هذا الام بي 40. بالنسبه للبي 90 شباب عنده بي 90 الجديد شباب مثل ما انتم شايفين يا حلوين. هذا السلاح الطبسون عنده تقريبا كل سكنات الطبسون شباب. الفيكتور ما في فيكتور. شوتجانات شوتجانات كجميع الشوتجانات الاسطوريه شباب، يعني مثل ما انتم شايفين هذا وهذا يعني من اقوى شوتجانات السباس كله شباب كله عنده شوتجان، صار عنده كل شوتجانات يعني افضل ثلاث شوتجانات شباب. ما اعرف اذا في شوتجانات اكثر من هذول بالسيرفر، هذول انه يعتبروا ثلاث شوتجانات الموجودات. الماب لسه ما نزل. عندنا السنايبر شباب عنده السنايبر جميع، هذا جبنا له اياه نحط له اياه هيك، هذا جبنا له اياه شباب كل السنايبرات. اوكي الكارات اسطوريه، هذا لسه ما نزل. بيستول هذول مش هذول عادي 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 واو مش واو، هذا تبعت الشحن المسبق. الطاوه كل الطاوات تقريبا منزولات شباب مثل ما انتم شايفين. السيف لوز اللوز اعطونا تقييم كل هذا الحساب الاسطوري شباب، نحط له هي لانه هي احلى راح تلبق على السكين هذا السكين. البوكس طبعا ما لحقنا كان ما راح نجيب له البوكس الثاني. القنابل حبايبي مثل ما انتم شايفين عن جد شباب يعني
حساب اسطوري عن جد. شباب السباحه اسطوري شباب، لسه ما شفنا، احنا شفنا سكنات يا سطير. هون عنا هذول عاديات شباب، مش دول الاسلحه اللي ما يعني حياتي ما استخدمتهم حتى اللانشر. اوكي هون حصل على الاسكار. اوكي شباب هيك استعرضنا ال 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 الأسلحة. أوكي شباب خلينا ندخل على هذول على السلاح شباب، ندخل على 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 البروفايل شباب. مثل ما أنتم شايفين شباب 21,000 لايكات، يعني عن جد يعني حسابي القديم الكريمينال تعرفوه الأسطوري كتير كتير وبيستاهل هو الصراحة. يعني حبايبي مثل ما استنتون هون شباب، مثل ما أنتم شايفين ما عنده الكريمينال الأزرق والأصفر شباب، اللوز كتير من السكنات يعني النادرة شباب، مثل هذا السكين يعني عن جد سكنات نادرة كتير كتير حبايبي. بالنسبة للحاضنة جبنا له هاي الحاضنة الجديدة شباب، مثل ما انتم شايفين الفاير باسات من الفاير باس السابع شباب. اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبي السكنات يعني كتير اسطورية حبايبي. لوز طبعا راح استعرض هوني بس الجسم لانه هوني بنشوف الاشياء المهمة، يعني شوفوا شباب يعني من الحاضنات القديمة فهمتوا علي، يعني الفاير باسات هذول عن جد شو اسطوري. هاي عندنا هاي الحاضنه، هاي اغلى سكين، اجمل سكين، وهذا كمان نفس الشيء شباب يا حلوين. شباب زاد المقطع شباب وصل يعني لل 10,000 لايك شباب، راح نعمل لكم استعراض لحسابي الساكورا، هذاك الحساب اللي بلعب فيه دائما على اللايف وكل شيء شباب. اوكي هاي الحاضنه الجديده، السكنات حلوه كتير مثل ما انتم شايفين شباب. هذا السكين الساموراي موجود عنده الثاني، السكين هذا اللوز طبعا شباب يعني تقريبا هذا الحساب كل شيء موجود. اوكي مثل ما انتم شايفين بالنسبه للسكنات الاسلحه بالنسبه لكل شيء شباب، كل شيء لوز هون هاي الحاضنه القديمه كمان راح يعتقد راح تنزل عن قريب، وهي كمان الحاضنه القديمه، وهذا نفس السكين هذا اللي كنا الموجود فوق. يعني عن جد اساطير يعني سلاح حساب اسطوري يعني شباب، لا يعني حساب اسطوري. التيشيرتات البوتات موجودات كل شيء فيهم حبايبي مثل ما انتم شايفين. التيشيرت هذا شباب يعني هذا تبع كريستيانو، لا كريستيانو ولا ما اتذكر اللوز شباب، يعني اندر ال السكنات مثل ما انتم شايفين. ثواني هذا الطقم مثل شايفين حبايبي الكرام شيء اسطوري. شو نقدر نفرجيكم كمان، هذا هو حبايبي عندنا هون يمكن اعتقد كمان الكنز السوداء. اوكي فيو خلينا نشوف البنطلونات هيك على السريع حبايبي، يعني من الفاير باس 7 لحد الان شباب كل شيء مشحون فيه. اوكي مثل ما شفتوا عم تشوفوا بالاستعراض حاضنة جديدة يا اساطير. يعني كل شيء موجود حبايبي، يعني فيو كريمينالات يعني جد حساب اسطوري كثير عندنا الجاز هون. اوكي وكثير من الاسلحه يعني والسكنات الاسطوريه، ليش عم بقول اسلحه شباب؟ اوكي شباب حلوين خلينا نروح نشوف الرقصات على السريع يا شباب. الرقصات هذول مثل ما انتم شباب موجودات، يعني كل الرقصات رقصه البويا، رقصه الاي كي، البويا، القلب، المرحبا، انت راح تموت، الداب، يعني رقصات لوز ورد العرش، هذا ما اعرف شو رقصة الجاكي شان، رقصة العلم، وكثير الكثير من الرقصات شباب مثل ما انتم شايفين يا حلوين. هون بس تبع هذول ما في موجود عندها الرقصات، هذول ما يكون موجودات فاير باس القديمات. عندنا هون السيارات حبايبي. اوكي والله شيء لوز عن جد، شنطة الكل بيتمناها هي حبايبي، يعني هي شنطة كثير اسطورية مثل ما انتم شايفين. لوز يا جميلين، لوز باندا، كثير من الشنط هذول بلانش هذول يا حبايبي، البلانش اللي نزل منها من الطياره، كاس موجودات، باراشوتات شباب هذول ما بعرف انا صراحه هذول ما بهتم لهم كثير. اوكي هيك شفنا الرقصات، هيك شفنا كل شيء تقريبا. حبايبي اعتقد شفنا الـ كل شيء، كان معنا تقريبا 13,000 جوهره، حركنا ابوهم جبنا كل الاحداث وكل شيء لوز. حبايبي الكرام ندخل هون، ما شفنا هذول المرافقات مرافقين هون يا شباب. هون شو اسمه هذا؟
هذول الطيار فرالكو هنا حط له لوف أليكو نقطة ألي كان حط له لوف ألي أتمنى أوكي لوف حط له هيك ال نحط اللوف لو أليكو نحط نسميه أوكي نحط له هاي هيك علامة هيك والثواني هيك هيك القلب يعني هذا نشوف نجرب صارت وال ما بيصير حط له القلب يا الله اوكي نسميه عليكم بس يلا روح ابلع ها نسميه عليكم يلا تم حتى سمينا عليكم اوكي حبايبي هيك اعتقد شفنا كل شيء بالحساب شباب عدد حساب اسطوري وان شاء الله يتهنى فيه يا كوش تهنى فيه حبيبي وتجلد فيه كتير من السكوادات وتلعب وتجلد اوكي ورجع اهلا وسهلا شباب طبعا كوش بتكون معي باللايف بالبسوس اوكي ودخل على الحساب الوسخ يعني شباب دخل على الحساب سبحان الله شباب دخل على الحساب وانا خلصت كل شيء اوكي تستاهل بالحساب حبيبي شوف دخل على الحساب شباب اقول يا الله اوكي شباب سبحان الله يعني ما قلت شيء ودخل على الحساب اوكي شباب وتقول هاي تقول لي شو انا ابغى يعني دخل هو على الحساب فهمتوا علي اكيد الله كان متحمس كثير حيشوف شو اللي صار اوكي حبايبي الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسونا تحطوا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس ونشوفكم على خير مقاطع جديدة شباب سلامات لا تنسوا شباب بعمل دايما بسوس مباشرة على الفيسبوك وصف تحت ونشوفكم على خير شباب باي باي.